اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج جيراننا بشكله الجديد. نزلنا على الشارع لنكون قريبين اكثر منكم. شهدت عمان عدة موجات نزوح سورية مع بدء العمل بالخط الحديدي الحجازي وتأسيس محطة عمان عام 1908. كانت أولى النزوحات السورية من قبل التجار الشوام والحرفيين. وخلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا تذمر الشوام التجار الشوام من حكومة الانتداب الفرنسي ونزحوا إلى عمان لتأسيس أعمالهم التجارية. ومع تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية واستقلال عام 1946 حصلوا على الجنسية الأردنية. موجة النزوح الثانية كانت خلال الثمانينات وأحداث الثمانينات في سوريا. نزح عدد كبير من العائلات السورية أغلبهم من حمص وحماة وحلب. فترة النزوح الثالثة كانت الأكبر خلال فترة أحداث الثورة السورية. بدنا نتعرف بحلقة اليوم على موجات النزوح السورية إلى الأردن. كيف كانت؟ كيف كانت الظروف؟ وشو تغير اليوم؟ أولى حكاياتنا راح تكون مع عمر كندو أبو محمد، وهو سوري رجل أعمال سوري موجودة في الأردن من الثمانينات. سيد عمر كندو، أهلا وسهلا فيك ببرنامج جيران. بدنا نعرف أسباب خروجك من سوريا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في بيتنا، حياكم الله. والله يا سيدي أسباب كثيرة. طبعا السبب الرئيسي لها خرجنا من سوريا هو الظلم اللي كان موجود في الثمانينات على شعبنا السوري. فكان فعلا حقيقة في اضطهاد واضح، وخاصة مدينة بنياز كان عنصر الطائفية واضح وضوح الشمس. عندك واسطة، عندك معرفة تتوظف، ما عندك معرفة واسطة وعلك وظيفة. فحقيقة أنا خرجت من سوريا وكنت أتمنى يعني أني أخرج وكمل دراستي، لكن شاء القدر الحمد لله رب العالمين أني جئت إلى هذا البلد الطيب الأردن. أحداث حماة اللي كانت موجودة بتلك الفترة بالثمانينات هي كمان أيضا حدثت بعدد من المدن السورية، منها حمص، أيضا حلب، لربما أيضا بنياس. أثرت بشكل مباشر يعني على لا شك طبعا أثرت. طبعا صار الطائفية زادت، العنصرية زادت، البغض زاد، لا شك أنه تأثرنا كثير أكيد. هل أنت من جماعة الإخوان المسلمين؟ أبدا لم أكن منتسب لجماعة الإخوان المسلمين أبدا، لكن هني كانوا كل واحد يقول للدولة لا، أو يقول للنظام لا، أو يقول للظلم لا، إذا هو تابع للإخوان المسلمين. أنت كنت متعاطف؟ أنا كنت صغير، أنا يعني أخذني كان عمري 14 سنة 15 سنة. طبعا كنت متعاطف مع أي واحد ينادي بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة بين المجتمع، طبعا إحنا مع هؤلاء. فأنت لما بتشوف أي شخص أنت عم يطالب بالحرية والعدالة وضد الظلم أنت بدك توقف معه. طب ليه اخترت الأردن؟ والله الأردن قلت لك قبل شوي أنه أنا في إلي قصة حقيقة مع الأردن، الأردن عشقي وحبي حقيقة. وأنا لما كنت صغير يعني بالعشر سنين بالـ 12 سنة 13 سنة كنت دائما أسمع الأخبار فيها، كنت أسمع سيدنا الحسين رحمه الله تعالى، وكنت أسمع خطبته وأسمع خطابه وأسمع كلامه. حقيقة يعني حبيته لهذا الشخص، حبيته أنا في سوريا والله. للملك الراحل، للملك الراحل الله يرحمه. وشاء القدر الحمد لله الله عز وجل خرجني من هذه القرية الظالم أهلها وجيت على هذا الأردن الطيب. ولما دخلت فعلا حدود جابر بذلك الزمن
سجدت لله بس التراب الأردن، الحمد لله الله عز وجل نجاني من قوم الظالمين. هل قد كان كنت شاعر بالظلم والقصة؟ والله شاعر بالظلم شديد حقيقة، يعني أن حتى بعد ما جيت على الأردن ضليت يعني أكثر من سنة أرى كوابيس، إني أنا ملاحق، إني أنا على شجر، على 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 بصحراء وفي ناس عم تطاردني، أنا على حافة الهوية في ناس بدها ترميني بكذا. حقيقة كنت يعني شوف بنامات، ضليت شي سنة أشوف بنامات، بس لما أستيقظ الصباح أطلع والحمد لله أنا في الأردن ماني بسوريا. نعم. طب الحمد لله. كيف كانت البدايات؟ يعني هل أول ما وصلت لهون أو عنك وعن كل السوريين اللي اجوا بفترة الثمانينات للأردن، هل كان في صعوبة؟ كيف كان الاستقبال هون بالأردن؟ هل اندمجتوا فورا مع المجتمع الأردني؟ والله أنا بالنسبة لي لم أشعر حقيقة بالغربي، وإنما وجدت نفسي بين أهلي وعشيرتي وإخواني. أنا كشخص عشت أكثر من 30 عاما في الأردن لم أجد الغربي حقيقة، وإنما أجد إنه هذا وطني الثاني، إنه هذا بلدي، هذوني إخواني، هذون أهلي، هذون عشيرتي. تأقلمنا مباشرة لأنه عاداتهم مثل عاداتنا يا سيدي، ونحن في صلة قرابة بيننا وبينهم. بس كون يعني خرجتوا من سوريا بفترة الثمانينات نتيجة لظروف سياسية، كيف كان بالبدايات التعامل مع أنا الدولة؟ كشخص والله ما رأيت غير كل خير، ما رأيت غير المعاملة الحسنة، المعاملة الطيبة، المعاملة الأخوة. أنا كشخص ما رأيت غير أفضل المعاملة حقيقة. كيف علاقتكم هون السوريين بعد ما اجيتوا انتم من بالثمانينات لهون؟ كيف هل بقيتوا تتواصلوا مع بعض؟ يعني يؤخذ على السوريين دائما ان هم ما بيشكلوا مجتمعات واحياء خاصه فيهم مثل الجاليات الاخرى مثل العراقيين. والله نتواصل مع بعض بالعزاء وبالافراح حقيقه، يعني احيانا الواحد سوى عقيقه، سوى مثلا في عنده مثلا مناسبة معينة، نجاح هكذا. طب فيما يخص موضوع جواز السفر، هل جددت جواز سفرك؟ كنت دائما تجدد جواز سفرك؟ نعم جددته كل الفترة كل السنين، يعني في احيانا يرفضوا او احيانا يجددوا. طب ليه ما نزلت زرت سوريا؟ والله ما نزلت لانه حقيقة النظام ليس له امان، ليس له امان وليس له يعني عهد ولا ميثاق، وأنا لا أحب أن أعيش ضمن دولة ظالمة حقيقة، ظالمة وما عندها لا عهد ولا ميثاق ولا شرف. نحن هلأ رايحين لمشروعك اللي عملته بالأردن، هو عبارة عن مطعم. إمتى أسسته؟ إمتى بلشت فعلياً تدخل بسوق العمل في الأردن؟ والله أنا من أول ما جيت دخلت بسوق العمل حقيقة يعني، بس هذا المحل أخذته بال 98، كان خضار وفواكه، وظلت أشتغل فيه 12 سنة. ب2010 تقريبا قلبت مطعم. نعم. والحمد لله رب العالمين، الله عز وجل وفقنا فيه، يسر الامور فضل الله. وقدرت كانت القوانين بتسهل عليك انه نعم انت نعم. الحمد لله تفتح مطعم. فتحت مطعم بكل سهوله الحمد لله، وسجلت بالصناعه والتجاره ورخصته كل الامور الحمد لله فضل الله كلها كانت تمام. نحن عم نشوف جزء من المطعم هذا هون. هذا الفرع الثاني، هذا الفرع الثاني، هذاك الفرع الرئيسي. هذا دجاج ومشاوي ومقالي ورز. وبروستد. وبروستد نعم. في نكهة سورية عملت شيء؟ نعم يعني نعم سوري. نعم في نكهة سورية أكيد. يمكن كمان فاتح هون شاورما. نعم هذا. شاورما على الطريقة السورية. السورية نعم نعم. لكن نحن هلأ هذا المحل المختص بالشاورما. هذا نعم مختص. المعتمد أكثر على العمالة السورية يمكن أنت. العمالة السورية والأردنية. يعني ما نعم. مشكلة. طب في عندك مشكلة بخصوص تصاريح العمال للشباب السوريين؟ أبدا هون. أبدا الحمد لله كل أمور متوفرة، حتى بيطلع التصريح لو ما معه جواز سفر ما في مشكلة، على البطاقة الأمنية ما طالب له تصريح. نعم. ما في أي مشكلة، أمور كلها الحمد لله متيسرة جدا. نعم. بفترة اللي خلينا نرجع للثمانينات، أول ما إجيتوا لهون الثمانينات والتسعينات، كان التجديد على تصريح العمل مثل هلا؟ بالعكس الآن أسهل، الآن تصريح العمل لا يعني بيتطلب إنه يكون معك جواز سفر، قبل كان في جواز سفر، كان يطلب منك جواز سفر، الآن بدون جواز سفر، البطاقة الأمنية بيطلع لك تصريح عمل. لا بس قصدي إنه يعني من قبل اليوم العمل بالأردن يتطلب فعلياً إنه يكون في تصريح عمل. نعم. قبل يمكن كان نعم. في سهولة أكثر إنه أنت تشتغل يمكن أحياناً. لا والله نفس الشيء بالعكس، أنا هلا الآن شايف في سهولة أكثر، لأنه شايف إنه تستطيع أن تطلع تصريح عمل بكل سهولة، يعني السوري بتقدر تطلع تصريح عمل لإله مباشرة بدون جواز سفر، من قبل ما كان في إلا بجواز سفر. نعم. وسار المفعول، الآن بدون جواز سفر بتطلع تصريح عمل ما في أي مشكلة. بما إنه نحن عندك بالمحل هون وعم نحكي عن أجواء العمل، بدنا نحكي شوي عن الظروف الاقتصادية.
عن هذيك الفترة واليوم، شو بتتذكر عن هذيك الفترة؟ كيف كان الدينار الأردني وكيف اليوم؟ كيف كان الاقتصاد بهذيك الفترة وكيف اليوم؟ لا شك يا سيدي، لا شك إنه كان يعني كانت الأمور أفضل، كانت الأمور أسهل، المعيشة كانت أرخص. طبعا الان الشيء صار غلا، الشيء صار يعني اللحم ارتفع علينا، الزيت ارتفع علينا، البطاطا ارتفع علينا، هذا شيء مش علي، على كل اهل المطاعم. يعني المدخول للسوري تاثر يعني انت بهذيك الفتره غير اليوم؟ يعني تقريبا لا شك، لا شك المرابح قلت كثير يعني. نعم نعم. لا والعمالي يعني اليوم اللي بيشتغل يمكن يكون مدخوله اليوم يعني تقريبا بيشبه مدخول ايام زمن، ولكن التكاليف عاليه عليه. هو التكاليف ارتفعت والمدخول قل لا شك. يعني من قبل كان افضل لا شك. عندك انت الشباب اللي هون اغلبيتهم من السوريين اللي اجوا، السوريين عم نحكي. نعم. اللي اجوا خلال فتره. نعم. الثوره. نعم صحيح. نعم في من اللي اجوا بعد الثوره، وفي شيء اجى قبل الثوره موجود عندي. موجود عندك. نعم. بتحس اللي اجى من بسبب الثوره معاناته اكبر مثلا؟ لا شك، انا يعني شوي بطلب، لانه في منهم خرج يعني بحذائه لتفردي بثيابه خرج. اللي قبل الثوره اجى باختياره، اجى لحاله بده يشتغل يعني. طبعا هذا بيكون بنحاول يعني ننتبه عليه اكثر. عشت يعني انت اغلب حياتك، خلينا نقول 30% من حياتك لليوم بالاردن. اكثر من 30%، 70%. 70% من حياتك هون بالاردن. شو بتعني لك سوريا طيب؟ ذكرى. والله ذكرى. بس والله انا يعني الان انا سوريا مثل الحلم. عشت فيه بالطفوله وبعدين خرجت. اتمنى طبعا امي سورية، اتمنى اني ارجع سوريا، لكن الان ما بتذكر غير المدارس، بتذكر بعض اصحابي، حتى كثير من اصحابي نسيت شكلهم. طيب لما اندلعت الثوره السوريه شو كان موقفك؟ موقفي مع الشعب المظلوم. يعني قصدي انه من داخليا انبسطت؟ طبعا انبسطت، قلت يا ربي خلصنا من هالظالم، يا رب ويرزقنا الحريه والكرامه والعدل والمساواه زي باقي شعوب العالم. طيب خلينا نقول يعني نحن عم نمر بفتره صعبه هلا خلال الثوره، مع الايام والاشهر القادمه ان شاء الله نجحت الثوره وتحقق مطالب الشعب. يعني مع أعمالك اللي موجودة هون ومشاريعك اللي موجودة هون، تتركها وبترجع لسوريا وبتفتحها هنيك ولا حتى؟ والله حقيقة أنا بشعر حالي إنه من ابن البلد، يعني حقيقة يعني بنزل زيارة ممكن، لكن يعني جل عمري عشت في الأردن، يعني أكثر من 70% من عمري أو 65% عشت في الأردن، فتأقلمت مع أحبابي الشعب الأردني، مع الناس الطيبين، بعدين في صلة قرابة بيني وبينهم. يعني ما انا اصلا انا بالنسبه لي كشخص ما انا غير احمل هالهويه الاردنيه خلاص صرت. يمكن صار في كمان عندك تزاوج يعني في بالعيله؟ طبعا في بنت اختي اخذت اردني، بنت اختي اخذت اردنيه عديله معه جنسيه اردنيه. بفضل الله والله انا عايش في الاردن كاني مواطن اردني حقيقه، لم اشعر بغربي، لم اشعر بشيء، يعني بس هو النقص الوحيد انه يعطونا هالجنسيه الاردنيه ونصير اردنيين. يعمل في محلات عمر كندو عددا من العمال السوريين الذين لجأوا إلى الأردن بالأعوام الأخيرة. أبو فواز من بابا عمر بحمص، بعد علاجه من 3 طلقات بجسده في الأردن تعرف على أبو عمر وعمل بمحله. نحن هلأ معنا أبو فوزي طلال، بيشتغل عند مطاعم السيد عمر كندو. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك من وين؟ من حمص، من حي بابا عمر. امتى اجيت على الاردن؟ اول 2014 نتيجة طبعا اكيد للاحداث، نتيجة القصف اللي صار على حي بابا عمر. حضرتك من بابا عمر؟ انا من بابا عمر. نعم. لما اجيت لهون كيف كانت ظروفك؟ والله كان ظروفنا شوي صعبة كثير يعني، الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين شاء انه اشتغلنا هون وتعرفنا على شباب شرواني ابو محمد كويسين واشتغلنا عندهم، الحمد لله رب العالمين. في ناس كثير ساعدتنا يعني، الله يجزيهم الخير. نعم. وانا بشكر كل شيء ساعد السوريين وكل شيء حط ايده بايد واحد سوري يعني. نعم. حضرتك لما اجيت لهون كانت ظروفك صعبه، قدرت فورا بعد قد ايه لحتى بلشت تشتغل من جيتك؟ والله تقريبا انا شيء 6 شهور لحتى قدرت اتعرف على ناس وقدرت اشتغل. فورا حصلت على تصريح عمل قدرت تشتغل بشكل نظامي؟ لا ما هو فورا حصلت على تصريح عمل، تميت تقريبا شيء 2 سنين اشتغل بدون تصريح لبين ما ظبط اوضاع السوريين وسمحوا لهم بالتصاريح.
نعم هم فعليا اخر سنتين صار تسهيلات اكثر خصوص التصاريح. طيب اليوم كيف عم بتلاقي ظروفك اليوم؟ لا الحمد لله ظروف كانه يعني عايشين نحن بالبلد من مئات السنين هون يعني والله يجزيهم خير اهل البلد ما قصروا معنا يعني عملونا كثير كويس يعني. ابو محمد انت حكيت لنا قبل شوي عن الظروف اذا نحن قدرنا نعمل مقارنه بين هذيك الفتره بين فترتك والفتره اليوم شو بتختصرها؟ والله انا يعني بالنسبه كظروف يعني يعني طبعا لا شك انه هلا في شوي يعني في شوي يعني شده نوعا ما وكذا لانه نعم. زادت العدد لا شك يعني. لكن الحمد لله على كل حال بفضل الله عز وجل الامور الحمد لله متيسره والامور الحمد لله مريحه بالنسبه للدول المجاوره. أبو محمد كنا عم نحكي معه وسألناه حول موضوع عودته لسوريا في حال يعني تحسنت الأمور وراحت الأمور للشيء اللي بده إياه الشعب فيعني قال ممكن ينزل زيارات على سوريا. أنت كونه هو عايش من زمانه صار له 70% من حياته هون خلينا نقول هلا أنا بالنسبة لي كون أهلي بعدهم بسوريا يعني فيعني إن شاء الله إذا تحسنت الأمور أنا مرجعي لبيتي يعني لأهلي ولوطني يعني إن شاء الله تعالى ونترجى من الله أنه يزبط وضع وننزل وينزل كل متغرب عن الوطن وعن أهله ويرجع لبيته ولأهله ولناسه. إنها إحدى قصص جيلين للسوريين في الأردن تجمعهم وحدة الحال على الرغم اختلاف الظروف.